وبمساحتنا الأخيرة بيسعدنا نرحب بضيفنا لليوم. رح نكون مع جمالية التراث السوري والفلكلور العريق وأيام الزمن الجميل. لضيفنا اليوم أكيد بصمة مميزة بعالم الغناء والتلحين، ورح نروح بمساحة معه ضمن صباحنا غير. بيسعدنا نرحب بالفنان ربيع إبراهيم، وحضرته مطرب وملحن وعضو نقابة الفنانين بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحكم اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نسمع شيء من حضرتك على العود. افوق الناخل فوق يا با، فوق الناخل فوق، مدري لامع خدك عيني، مدري القمر فوق، والله ما اريدك باليني بلوى مانا مانا مانا. بالله يا مجرى الميابا، سلم عليهم عليهم، صباني الفرقة علي باشتقنا إليهم إليهم، والله ما ريدا باليني بلوى مانا مانا مانا. استاذ ربيع، يعني دائما التراث السوري غني، سواء بالساحل بالسويدة، نعم، قدود الحلبيه وحتى بالشام. خلينا نحكي عن اهميه اليوم احياء هذا التراث والمحافظه عليه. طبعا احياء التراث هو يعني هو عباره عن تثبيت للهويه السوريه اكثر، وانت يعني وين ما تروح دائما تفتخر بتراثك، بانه عندك تراث عريق وجميل. فهو لتثبيت الهوية السورية يعني في الخارج وفي الداخل أكيد. تمام. يعني اليوم خلينا نحكي على السوشيال ميديا، قديش مهمة اليوم انه الواحد ما بقى خلص كل اعتماده على شركات الانتاج اللي هي انقرضت بالبلد. يعني يمكن صار ينزل فيديو على الفيسبوك على الانستغرام، صار يتسوق بشكل اكثر واوسع. اليوم استخدام السوشيال ميديا للفنان قديش مهم، قديش لازم يعرف شو الستايلات اللي ينزلها باي وقت، عفوا او مو الستايلات، بما يعنى بالتراث باي وقت، حتى اللوكيشن قديه بيلعب دور، المكان اللي بتصور في الفيديو. يعني هلا السوشيال ميديا صارت مهمه جدا، يعني هلا صار لازم يكون عندك صفحه على الفيسبوك، صفحه على اليوتيوب وعلى الانستغرام، ولازم تعمل انت دائما فيديوهات جديده تسوق لحالك بشكل دائم، يعني عشان يضلوا العالم يشوفوا شو جديده وشو عم تعمل. بنشوف بعض الشباب الجداد وايضا في فرق ممكن تكون فنيه بتحاول تحيي التراث السوري اليوم، كيف بتلاقي هي المحاولات؟ وبتلاقي انه لا، التراث السوري لازم يتغنى مثل ما هو، ولا لا انت مع العمليات اعاده التوزيع يلي عم تصير؟ هلا نحن مع اعاده التوزيع، ويعني انك تشتغلوا بايقاعات جديده والات جديده، بس لازم نحن نحافظ على اللحن، نحافظ على اللحن ونحترم الحقوق. ل يعني لازم نحن نحكي عن الفنان اللي غنينا له. فيعني هي يعني احد الفنانين كانوا زعلانين من فرقه معينه لانه ما ذكروا اسمه، وما عرفتي كيف؟ فلهيك انه لازم نحن نذكر اسمه، ولازم نقول انه هاي الاغنيه من الحان كذا ومن كلمات كذا. يعني تمام، خلينا هلا سمعنا شيء من القدود الحلبيه، خلينا نسمع شيء ثاني. بس قبل ما نسمع شيء من التراث، انت لاي تراث ميال اكثر، ساحلي حلبي ولا كل شيء؟ حلو مغنيتنا. كل شيء سوري. خلينا لكن نسمع شيء سوري من حدا سوري. يوما على يوم لو طالت الفرقة ما نسيت أنا، يوم ما نسيت أنا الرفقة، ما نسيت أنا الرفقة. عالبالي بعدك يا سهل حوران،
شرشف قصب ومطرز بنيسان عرسك صبا يا ولمتك خلان واني بري بسأل عن الرفقة يوما على يوم لو طالت الفرقة ما نسيت أنا يوم نسيت أنا الرفقة. شكرا كثير لك ويسلم هالصوت. يعني نعرف انه لحضرتك ثلاث اغاني خاصه، خلينا نحكي عنهم اكثر، وهل كنت كمان متجه فيهم للاغاني اذا نقول او اللحن او الطابع التراثي ولا لا رحت لموضوع التجديد؟ هلا نحن عملت انا اغنيه كان اسمها كانوا ستايل طربي، بعدين عملت اغنيه شعبي اسمها لالا، بعدين عملت اغنيه كمان مودرن شعبي سوري لبناني يا ساكن بقلبي. من فترة عملنا أغنية كمان بالشهر الرابع كان اسمها لا تكسر بخاطري، نوع من العتب وال يعني شوي هيك قاسي. وهلا في عنا أغنيتين جدد باللهجة العراقية كمان، تعاون جديد مع ملحن عراقي وكاتب عراقي. نعم. ملحن اسمه كاظم الحسيني والكاتب اسمه ضرب الغنية العراقية، هلا صار لها جمهور كبير. إيه بس الأسلوب تبعها شوي طربي، مو إنه أسلوب قديم يعني جديد، قصدي بالأغاني الجديدة هلا اللي عم تغنى تبع سيف نبيل دول أصاص. يعني عم نشوف كتير في من الأشخاص فجأة بينجحوا وبيضربوا، وفجأة في أشخاص هنين بيكونوا الأجدر بالوصول ولكن بدهم شوية دعم. برأيك اليوم هاي الأغاني يعني اللي شوي هابطة يلي شوي كتير يلي نحنا بنسمعها يعني بأغلب الأماكن اللي هي صارت خلص عن جد مرافقتنا وين ما كان، هذا التلوث السمعي اليوم هل هو يعني من فينا نقول انه طغى على تراثنا، طغى على اغانينا؟ طبعا مع كل احترامنا للجهود يلي عم تبذل ان كان بدار الاسد للثقافه والفنون ولا الموسيقيين يلي عم يرجعوا يحيوا التراث بالطريقه الصحيحه مثل ما قلت. إننا عاملين توازن تقريبا، يعني هلا مثلا يعني لما عم تسمع فن راقي بالبلد يعني انت في شيء عم يغطي عن هذا الشيء، يعني لانه هذا الفن اللي هابط من يوم يومه، يعني من ايام عبد الوهاب كان محارب ولهلا يعني لساته، يعني في كثير ناس ما بتحب تسمع هذا اللون ولا بتحب تسمع الابتذال تبع اللحن والكلام، فلسه في عالم عندها هيك اذن نظيفه بتحب تسمع شيء حلو. تمام. لكن خلينا كمان نسمع شيء من حضرتك كمان. تفضل. شو قلت؟ عمل أدنك نضيف. أسمعكم شيء. واللي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي أنت نسي قولي. واللي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي أنت نسي، وأنت الغالي عليه، غالي عليه. قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي، والأرض بقاهين قلبي والفكر اللي جالي. العين في العين وانت ولا داري بحالي، والأرض بقاهين قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين؟ قولي كان ملك ومالي. قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيت، وانت الغالي عليه، غالي عليه. قولي شكرا كثير ويسلم صوتك. يعني نحن يعني شوي هيك حكينا عن التلوث السمعي، ولكن بنفس الوقت عم نلاقي جيل صغير عم يسمع وعم يقول الاه من معرفه، من خبره. يعني اليوم هذا الجيل الصغير قديش حلو انه مثلا صار حب ست من وراء الوسوف. يعني هيك الستايلات اختلفت، الأذواق اختلفت بهذا الجيل، ولكن نحن بنضل منلومه انه نحن هذا جيل الطبل والزمر وما بعرف شو. خلينا اليوم نحكي قديش مهم انه نحن نواكب جيل جديد بعمالقة الفن، نوصلهم ياهن بطريقة بتليق بيمكن يعني التطورات التكنولوجيا القصص او الضغوطات اللي بالحياة
الحياة اللي هلا صارت اختلفت عن قبل. هلا احنا بدنا نحكي عن موضوع انه انا نفس الشيء عشته لما كنت صغير، ولما صرت كبير صرت اسمع بطريقه مختلفه. تمام. يعني انت كل ما كبرت خبرتك بالسمع او بالموسيقى فانت بتروح على الجمل دائما الارقى والاجمل، يعني مع تقدم بالزمن هو اكيد رح يغير وجهه نظره بالموسيقى والاسلوب. يعني هلا احنا كنا صغار مثلا، كنا انا ربيت ببيت فني، كنا نسمع عبد الوهاب ومحمد خيري وصباح فخري وناس الى اخره. بعدين انا حبيت بوقت هيك اني اسمع شيء جديد، صرت اسمع الوسوف، اسمع وائل كفوري، اسمع الشعبي، اسمع كذا. بعدين لما امتهنت هاي المهنه صرت بقى بدي ادور على الشيء اللي الارقى، يعني الجمل الارقى واللي بتخلي انك دائما هيك تاخذك لمطرح كثير حلو. يعني فهذا الجيل بده وقت لحتى يعني يواكب اللي نحن عشناه. وشفناه انا بخالفك الراي، انا بعتبر هذا الجيل كثير سميع. هلا في ناس سميعه ايه، هلا ما ودليل انه في ذا بويز كيدز انه في كثير يعني شباب صغار اولاد عم يغنوا اغاني قديمه، وهذا يعني شيء كثير يشكروا عليه. اكيد هنن يعني لولا مو اهلهم مربينهم صح على السمع الصح ما بيطلع بيغنوا بهيك. تمام. بنسمع عن الاغنيه المصريه، اللبنانيه، العراقيه، الاغنيه السوريه كيف اليوم بتشوف وضعها ولشو بحاجه اليوم هيك لتصير تنافس اكثر واكثر؟ الاغنيه السوريه بدها دعم. يعني الاغنيه السوريه بالستينات والخمسينات كان لها اسم رائد بالوطن العربي، هلا تقريبا راحت بس باتجاه واحد. يعني هلا يا بيقولوا عنا شعبي يا بيقولوا عنا حلبي. الحلبي تراث، يعنى بالتراث والموشحات وكذا، وعندك الشعبي اللي هي الموضه اللي شغاله هلا. ولا ليك الى رواج بالوطن العربي بيحبوها كمان. احنا مش عمان نقول انه ما انا محبوبه، انا شخصيا بحب الشعبي بس الشعبي الصح الحلو الجميل. طب خلينا نسمع شيء شعبي صح وعيون السواهي جابوا لي الدواهي وانضعت تلاقوني لعيون السواهي شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا للسما وصالوا سوسح عقلي وبتاقي شافوني وميالوا بدهم يتعلالوا للسما وصالوا سوسح عقلي وتاني وعيون السواهي جابوني الدواهي وانضعت تلاقوني عيون السواهي حساسة ومزيونة لون الورد لونة ولاهي من عيونة ولاهي ولاهي وعيون السواهي جابوا لي الدواب وانضعت تلاقوني لعيون السواهي. ما صوتك كمان بدنا نتشكر المخرج لانه كمان بدنا عم يغني باذننا عم يغني جعفر. شكرا على الصوت الحلو، امتنا نستضيفك بالاستديو. شكرا كثير ويسلم هالصوت يا رب. اكيد بدنا نختم مع حضرتك هيك كلمه اللي بتحب توجهها، رساله، مشروع هيك عم تشتغل عليه حابب تخبرنا عنه، تفضل. بدي اقول اول شيء شكرا على استضافتكم الجميله طبعا. نورنا. اهلا وسهلا. دائما الاخباريه السوريه رائده وجميله وحلوه. بعدين ان شاء الله نحن هلا في اطار تحضير اغاني جديده وندعي من الله التوفيق. ان شاء الله يا رب، ونحن اكيد بدنا ندعي لك بالتوفيق وتوصل محل ما انت بتحب. شكرا كثير لك ونهارك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك.